بموجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل شخص وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدينة لاتارب غربية حلب. ناشطون سوريون يطلقون حملة راجعين بلا أسد بمناسبة مرور 5 أعوام على مأساة تهجير سكان مدينة حلب. أعضاء في مجلس الشعب التابع للنظام يطالبون خلال جلسة للمجلس برفع مستوى الرواتب والأجور للموظفين بنسبة 300% وحل مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية والنقص الحاد فيها. مديرية الشؤون الصحية التابعة للنظام في محافظة دمشق تعلن عن ضبط أكثر من 10 أطنان من اللحم الفاسد عبر نحو 9000 ضبط تمويني خلال العام الحالي. المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة العقيد دويل هاربر يقول إن التحالف مستمر في محاربة التنظيم، مشيرا إلى أن التنظيم ما يزال يشكل خطرا ويستمر في نشاطه داخل الأراضي السورية بحسب موقع نورث بريس. الليرة التركية تهوي مجددا أمام الدولار وتصل إلى حاجز 14.38 ليرة لكل دولار واحد.